فتوكل على الله. أي شيء يسبب صعود الإنسان؟ ونحن لا نقرأ منبرها حتى تسمعون وتذهبون ولا تعملون، وإنما نقرأ تطبيق شيئان. الشيء الأول العزيمة. الإمام أمير المؤمنين يقول صلوات الله عليه: المرء يطير بهمته كما يطير الطائر بجناحيه. هذا شعبان بناء على أنه يصبح ذات يوم وزير الصحة، يصير صدق يصير. أما بناء على أنه يبقى دكتور، يبقى دكتور. وهذا أبو حيدر بناء ذات يوم يصبح رئيس المواصلات، يصير. أما بناء على أنه إن شاء الله معاشه من 250 يصعد إلى 300، هذا هو. فإذا عزمت فتوكل على الله. الهمة الرفيعة في الحياة. أي إنسان وصل إلى مقام كبير لأن له همة رفيعة. الآن شوف في كل العالم، في أمريكا كم مليون إنسان أكو؟ 250 مليون. كارتر صار رئيس جمهورية، يعني بالورث، وأنا ما أعتقد بكارتر، ولا أعتقد ببرجنيف، ولا أعتقد ببيغين، ولا أعتقد بأي من هؤلاء الكفار. لكن الكلام لماذا من 250 مليون كارتر صار؟ صدق هذه 30 ثانية يفكر في هذا التفكير. مو يرخص شيء واضح. فهو رجل عادي وصل، ومئات الأشخاص، ملايين الأشخاص ما وصلوا لأن ما فكروا. الشيء الأول العزم. فإذا عزمت فتوكل على الله. ولا فرق في ذلك بين التاجر، بين الكاسب، بين العالم، بين العامل، بين السياسي، بين الدكتور، بين المهندس، بين الطبيب، وبين كل إنسان. لا فرق أبدا أبدا. الشيء الثاني العمل في ذلك الطريق. عندك عزيمة لكن لا تعمل، شنو فائدة؟ عندك فكرة لكن لا تمشي وراء الفكرة، ماكو فائدة. عزيمة وعمل، إذا قام هذين الاثنان كل إنسان. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عنده جدا كلمة جميلة يقول: ما قصد إنسان شيئا، مضمون الكلمة، إلا وصل إليه أو قريبا منه. يعني ما يصل إليه وما يصل قريبا منه. لأن أحيانا الظروف القاهرة ما يخليك تصل إلى هدفك بالمئة، أما تصل إلى قريب من الهدف. إذا كان هكذا همة، وإذا كان هكذا عزم، وإذا كان هكذا مشي على طبق العزم، بالـ190 إنسان يصل، بالـ110 من الممكن يصل قريبا منه. بناء على أنه تحصل 100 مليون، من الممكن 100 مليون تحصل، من الممكن 60 مليون تحصل، 70 مليون. بناك بقال بقال، بناك عطار عطار، بناك موظف بسيط موظف بسيط. وإلا ماكو شيء يصعد إنسان وينزل إنسان إلا همته. حتى الوراثة، حتى الوراثة يحتاج إلى مؤهلات. يعني ملك صادق مات، ملك يرثه بعده، لازم يكون عنده مؤهلات. ولهذا تشوف مثلا أفرض 6000، كما قرأت في بعض المجلات، هم عددهم 5000. لماذا من هم 5000 كم واحد خاص منهم صاروا؟ هم أيضا بهمته، بشخصيته، بكذائه،
وعلى هذا المعنى الإنسان يجب أن يكون له همة كبيرة. من الضروري على الإنسان لا يمدح الإنسان أمامه، مكروه أنا أمدحك أمامك وأنت تمدحني أمامي، هذا مكروه شرعا. لكن هذا مو مدح، أريد أن أضع نقطة على حرف أمام عينكم. أخلي قبل 25 سنة في كربلاء ما كانت هيئة أبدا، أنا أذكر هذا الشيء، هيئة ما كانت أصلا ولا هيئة واحدة. بعد ذلك فرد رجل قام بصنع هيئة في كربلاء في مسجد منخفض، أكثر من 25 سنة، 30 سنة قبل تقريبا، في مسجد منخفض يعني درج لازم ثلاث دروج ما أدري شنو من الشارع تنزل حتى تروح المسجد، وأرضية المسجد حصير بورياء، بورياء ما أدري شايفين أو ما شايفين، قصب يعني، هذا فراش المسجد، وشاي يطون للمسجد، شاي لا يشرب واقع. أنا فرد ليلة رحت هناك لهسه أذكر أن الشاي ما تمكنت أشربه، عن شيء ما مربوط كان، يجب أن نمدح ونذم في نفس الوقت. وخطيبهم كان يجي وما أدري يطوب الأسبوع 4 فلوس أو 10 فلوس الترديد مني، وضياء قليل ومسجد مرطوب. أذكر كم واحد يجون يقعدون شباب. هذا أول هيئة في كربلاء تأسست، لكن الذي أسسها كان عنده عزم بالإقدام ويروح. هذه الهيئة بعد ذلك صارت قوية، بعد ذلك بني المسجد على غراره بناء جميل إلى الآن، بناء موجود. صارت زولية في المسجد، صارت هيئة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة وثامنة وتاسعة، وإلى أن خرجنا نحن من كربلاء 200 هيئة، لكن بذلك العزم الأول. ها تدرون من صنع هذه الهيئة؟ هذا حاج الكاتب محمود القاعدة هنا يوم. أعطيكم مثال نقطة على حرف هذا. إنسان يصير كل شيء يصير في العالم، إحنا الآن نصر على هؤلاء الشباب أن خلوا في بيوتكم مجالس، حقيقة يصير بس يحتاج إلى شوية هيئة. هذا واحد اللي تشوفه قاعد هنا، أنا قلت له خلي قراية في بيتك، قال وين يا عمي أخلي قراية؟ أنا قاعد فوق، أنا قاعد فوق هناك في عبد المجيد، وما عندي غرفة وما عندي مؤهلات ومعاشي ما يساعد. قلت اصنع والله يساعدك في الموضوع. صنع، الله يبقى به، والله يبقى ترفيع، والله يبقى سعة. 4-5 مرات راح للزيارة هنا وهنا، والآن الحمد لله رب العالمين قراءته قوية ومستقبله أحسن. فنقول للشاب خلي قراية في بيتك، يقول غرفتي ضيقة، أبوي ما يرضي، ما أتمكن، عندي دوام، شنو هالأعذار؟ الحقيقة لازم في الكويت كل ليلة 100 هيئة، كل ليلة من الصديقات والجهرة والأحمد 4-5-10-20 يجون. بارحة بالليل رحنا بيت أبو صلاح، ياهو منكم كنتوا؟ حاج تقي كان بعد ما أدري منه من الشباب كان بيت أبو صلاح ممتلئ حقيقة، حتى ما عنده مكان، ما شاء الله كلهم شباب وكلهم جايين أطلع. بينما أول ما يريد يخلي كان يخاف ما يجي أحد، يقول 10 من الليل منو يجيني؟ تنفع ليش؟ الإنسان بهمته يتقدم، أما همة الإنسان همة ضعيفة هذا يتأخر. وهذا مو بالنسبة للمجلس أقول لكم، بالنسبة لكل شيء. تدرس فكر في أن تكون مخترع، طبيب فكر في أن تكون مكتشف، مهندس فكر أن تصنع ناطحة السحاب. في أمريكا في عمارة 120 طبقة، هذه العمارة 7 طوابق، يقولون هنا بعد كم يوم يبنوا ورانا عمارة 42 طبقة، هنا هنا طابق جوازات القديمة. وفي أمريكا أكو عمارات 120 طابق، مهندس من هالنوع تاجر صار عندك 100 مليون، منفق في الخير ابني لك فرد مسجد ضخم. فرد واحد أكو في خراسان، هذا فرد رجل عادي كاسب عادي عادي، كل دكان لا يسوى لعله 5000 دينار. لهسه هو باني مؤسسة باسم الرسول، بعد ذلك بنى مؤسسة باسم الإمام أمير المؤمنين،
بعد ذلك بنى معسل فاطمية، بنى المعسل حسنية، بنى المعسل حسينية، بنى المعسل عابدية، بنى المعسل باقرية والصادقية والكاظمية والرضوية والجوادية والتقوية والنقوية والعسكرية والمهدية. رجل كاسب كل مكان ما يصير 5000 دينار هم، اما تشوف التاجر عنده 100 مليون وتروح له على مشروع خيري يعطيك 20 دينار، هذا ما عنده هم. على قول الشاعر يقول: ولكنهم اخروا حظهم ولو قدموا حظهم قدموك. قسم من الناس يؤخرون حظهم، قسم من الناس يقدمون حظهم، الفرق هذا هو. همة يكون عندكم همة ومشي، مو همة بلا مشي، همة ومشي. الإنسان يصل إذا عنده همة ومشي. الإنسان يطير بهمته كما يطير الطائر بجناحيه، هذا هو. ذات مرة أرد رجل معلم في تركيا سأل من 40 تلميذ من التلاميذ الذين كانوا في صفه، معلم سأل من هذا التلميذ: أنت شنو تفكر ابتدائيها مدرسة ابتدائية، شنو تفكر أن تكون في المستقبل؟ قال: أفكر أن أكون في المستقبل مدرس. جزاك الله. شنو تفكر أن تكون في المستقبل؟ أفكر في المستقبل أن أكون محاميا. جزاك الله خير. شنو تفكر أن تكون في المستقبل؟ أفكر أن أكون مهندسا. جزاك الله خير. شنو تفكر أن تكون في المستقبل؟ أن أساعد أبي في متجره. جزاك الله خير. الآن أصل إلى تلميذ في الصف الابتدائي، قال: شنو تفكر أن تكون في المستقبل؟ قال: أفكر أن أكون رئيس جمهورية تركيا. كل الطلاب ضحكوا عليه، لكن المعلم من النوع اللي يفهم، قال: لا، ما في ضحك، لا رئيس جمهورية تركيا منه. طفل يكبر يدخل الابتدائية ثانوية جامعة يتخرج يدخل الحياة النيابية يدخل مجلس الأعيان، لأن بعد مجلس الأمة يصير مثل الأعيان مجلسان، أكون مثل الشيوخ الأمريكية ومجلس المعادل كذا، وبعد ذلك يصير شو بصير؟ هذا التشجيع من المعلم وهذا التفكير من هذا الطفل، ذات يوم كان هذا الطفل رئيس جمهورية تركيا وهو عدنان مندرس. اقروا في احوال الشوق، طفلا صغيرا يفكر ان يكون رئيس جمهورية بلاده ويصير. ما يصير في العالم ماكو يصير، اما يصير شنو يحتاج؟ يحتاج امرين. الأمر الأول العزم، كما قرأنا في هذه الآية المباركة: فإذا عزمت فتوكل على الله. عزم. الشيء الثاني المقدمات، المشي في الطريق. إنسان يجب عليه أن يمشي في الطريق. أنت تريد تصير طبيب، ما تروح تدرس تصير طبيب، لا. تريد مهندس وما تروح تدرس تصير مهندس، لا. تريد تاجر ولا تذهب إلى السوق لتشتري وتبيع تصير تاجر، لا. إذا أردت ومشيت وفكرت ذات يوم تصير. الآن أكو في الكويت تاجر، أنا ما أعرف واقع، ما شايف أصلا، لكن سامع به. هذا يقولون ورد الكويت من السعودية وما عنده أي شيء، والآن يقولون يملك فوق 100 مليون، والآن يريد ابن فندق أيضا. إنسان ورد الكويت لا يملك فلسة، ومو كويتي الأصل، سعودي الأصل، وبعد ذلك عنده همة لا شك، همته رفعته. الآن يملك فوق 100 مليون، مو يعني حكي هذا. 100 مليون تدري شو كثر فلوس؟ 100 مليون إذا يسويهم ضباط يخلوهم في هالغرفة يملأوها، وهالساحة يملأوها، وهالشارع إذا حسن الحاج أحمد عاشور يملأها. قبل 30 سنة ميزانية حكومة العراق كانت 50 مليون، واقع يعني ميزانية دولتين عندي، لكن أين وصل بهمتي؟ هذا في التجارة، هذا في الزراعة، هذا في الصناعة، هذا في كذا، هذا في كذا. قبل مدة كنت أقرأ في أحد الصحف، ها، في الوطن العربي أكو صحيفة
مجلة تصدر من باريس اسمه الوطن العربي، هو مخلي أثرياء العالم، من جملة الأثرياء مخلي صورته رجل أمريكي. يقول هذا الرجل، صورته موجودة 60 سنة هالشكل عمره، سميه اسمه. يقول هذا الرجل يملك 3,000,000,000، ويقول أول تجارته ابتدأ ب 25 دولار. كل ما يملك في ابتداء تجارته 25 دولار، يعني 8 دنانير أو أقل 7 دنانير اليوم، بينما يقول الآن يملك 3,000,000,000. وعمر بن شيكة في الوطن العربي راح يشوفه شنو هذا وصله؟ وصله همته، خلص همته وفعاليته ومشيه وحركته فيما قصد أوصله. احنا أيضا يجب أن نصل. أنتوا أغلبكم شباب ولكم مستقبل، قد يكون مستقبلك مستقبلا عاديا، وقد يكون مستقبلك مستقبلا كبيرا، وأنت نجم من نجوم الشرق، نجم أقصد نجوم سينما، لا نجم يعني لامع، لامع في العلم، لامع في الفضيلة، لامع في الكتابة، لامع في التأليف. فلد رجل واحد بسيط خريج ابتدائية فقط ألف وألف وألف وقوى قلمه وقوى قلمه حتى غطى كل البلاد العربية وغير العربية. رجل مصر تعرفونه من هو؟ عباس محمود العقار، خريج ابتدائية فقط. طب عندهم الآن ميت، واسمه في الإذاعة موجود، وفي التلفزيون موجود، وفي الصحف موجود، وفي المدارس موجود، وكتبه غدت كل المكتبات، حتى المكتبة وحتى مكتبة الرسول الأعظم، وترجم إلى اللغات. غير واحد منكم؟ واحد منكم، لا أكثر ولا أقل من هذا. أما لو كان ذاك الولد يفكر ذاك اليوم أني خريج ابتدائية وفريد وما أتمكن أواصل دراستي ومطالعتي وتأليفي، وأروح أبيع تكليف على السوق، هذا هو يومي فرد ربع دينار أحصل، كان بيع تكليف إلى أن يموت. فرد قصة جميلة أنقل لكم، رأيته في الكتب المدرسية وقت اللي كنت في العراق. يقول على أنه ذات يوم أجلكم الله حمار مات في الغابة، في الأربعين مال حيوانات الغابة اجتمعوا وأرادوا تأبينه، تأبين هذا الحمار الميت، حمار حقيقي، قصة على لسان الحيوانات، لكن القصة جميلة بالشعر كل القصة. يقول أرادوا تأبينه، فأبنه الأسد بالشعر موجود، وأبنه النمر بالشعر موجود، وأبنه الفهد بالشعر موجود، حتى وصل إلى الثعلب وهو المؤذن الأخير، كلمة الأخيرة. يقول أبنه الثعلب بالشعر، الشعر هذا هو: لا قرب الله له قرارا، عاش حمارا ومضى حمارا. قسم من الناس هكذا، يعني كل حياته هذا هو: عاش حمارا ومضى حمارا. هذا ايضا اكو شعر فارسي جدا جميل يقول: خوشبخت انك كر خرامد ولا غراف. هذا شعر فارسي في نفس الموضوع. الشهد الانسان بهمته، لا تنسون هذا الشيء بشيئين. اولا لا تنسون تاكيدنا لكم ان تخلوا قرايه في بيوتكم كلكم، كل انسان يتمكن هذا الشيء، لا تقول ما يتمكن. الشيء الثاني الانسان بهمته وبطريقه. الشيء الثالث في الآية القرآنية يقول: فإذا عزمت فتوكل على الله. هذا كلش مهم، توكل على الله، لأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. أنت بناءك تصبح تاجر كبير مثلا، لكن والعياذ بالله اصطدم سيارتك في الشارع وانتقلت إلى المستشفى ونقلوك إلى المستشفى وما تمكن، وصار ارتجاج في مخك مو بيدك. أو بناك تصير عالم كبير أو رئيس الأطباء أو رئيس المهندسين أو وزير أو أكبر من الوزير أو ما أشبه، لكن ما ساعدتك الظروف، كما يقال ما ساعدت الظروف، يعني شنو؟ أنا الله ما سواك. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. يحتاج إلى التوكل على الله. الإنسان لازم دائما يربط نفسه بالله، دائما في نومه، في يقظته، في حركته. في النوم يصير ربط نفسك بالله، يصير هو
توضئ وصلى ركعتين. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يأوي إلى فراشه إلا أنه يتوضأ ويصلي ركعتين. كان رسول الله يتوضأ وقبل نومه ليلي يصلي ركعتين، غير صلاة الليل ما الأخير الليل، يصلي ركعتين ثم ينام. ومن المستحب أن الإنسان إذا نام ينام كما ينام الميت في قبره. كان فرد يوم مرانا قبرها، وهو أنه شلون لازم هالشكل ينام حتى وجهه يصل للقبلة، يعني هالشكل، يعني أنه ينام على يده اليمنى ووجهه إلى القبلة. أكو في الحديث من توضأ ونام كان فراشه مسجدا، كان يتبع حال الصلاة إلى الصبح، ومن لم يتوضأ ونام كان جيفة إلى الصباح. فتعذى الملائكة تبرع أحد جيفة، معنى هذا ما كل زايد ورايح نايم أجل لكم الله مثل الدابة. الملائكة يتعذون من شو واضح، حتى يبتي ابنك إذا هالشكل تتعذى منه، فكيف الملائكة؟ إنسان دائما يجب عليه أن يربط نفسه بالله في لسانه، في فكره، في عمله، في حركته، في سكونه، في وظيفته، في دائرته، في نومه، في يقظته. سليمان عليه الصلاة والسلام على عظمته وهو نبي، القرآن الحكيم يقول هذه الآية المباركة أن هدهد غاب، لما غاب قال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتني بسلطان مبين. لما جاء هدهد شاهدنا في هالكلمة وقام يحدد سليمان، هدهد قال لسليمان كلمة، قال يا سليمان تذكر وقوفك بين يدي الله، عزم همة توكل على الله المشي في الطريق. هذا ملخص وموجز مبحثنا هذه الليلة، الهمة الرفيعة، التوكل على الله المشي في الطريق الموصل. ثلاث أشياء. والشيء الرابع الطفيلي الذي ذكرناه، كل واحد منكم، كل واحد واحد، حتى إذا إخوة اثنين في بيت واحد عندهم غرفتان قطعا، غرفة هذا عدو غرفة هذا عدو، لازم هذه الليلة يخلي قراية في غرفتين، هذه يخلي الليلة قراية في غرفتين. جماعة أصدقاء يحضرون يقرون قرآن، تلاوات، مجلس، هداية، طرق خطيب يقول كلمات دينية، هم يطالعون، هم يحضرون، أهلهم، أخواتهم، بناتهم، أولادهم، أبوهم أحيان، أمهم أحيان، أحسن من هذا أكو في العالم. ففي الحقيقة لازم في الكويت يكون على أقل تقدير كل ليلة 100-200 مجلس أكو كل ليلة. قلت في كربلاء صارت هذا الشيء، وقلت لكم هذا هو الشخص الأول الذي بذل البذرة، ولو أن مدحه أمامه مو زين، لكن حتى تشوفون هذا الشيء موجود، مو أنه برد خيال أو مال قبل 1000 سنة، والذي أنا شاهدته، ومو بس أنا شاهدته، عشرات الألوف من الكربلائيين رأوا حسين أكو إحنا على شايف هذا الشيء، ولو تأسيس المجلس ما شايفه، لكن حياءات شايفه، كربلائيين آخرين الموجودين شايفين الحياءات، أبو علي حيدر شايف. معناه يصير لازم كل بيوتنا مجلس، كل بيوتنا هيئة، كل بيوتنا قرآن، كل بيوتنا قراءة، ارتباط بالله، ارتباط بالحياة. فنسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى.